السلام عليكم. لبنان في عهد الانتداب الإيراني في أصوات سياسية وإعلامية بتطالب المملكة العربية السعودية باستعمال مبدأ اخدمني وانا سيدك مع لبنان، بينما السعودية ردت عليهم بتطبيق مبدأ ابعد عن الشر وغني له. ما تيجي نشرح الكلام ده ونفهمه مع بعض. اخدمني وانا سيدك وابعد عن الشر وغني له مثالين شعبيين معروفين طبعا. بعض الساسة والإعلاميين في لبنان وهم تحت الانتداب الإيراني عايزين السعودية تبلع أي أذى أو إساءة تجيلها من أطراف لبنانية محسوبة على الحكومة أو الدولة. مش بس كده، دول عايزين السعودية ما تاخدش أي إجراء تحمي بيه نفسها أو حتى تعبر من خلاله عن استيائها من الأذى اللي بيجيلها من الأطراف دي، والسعودية مطالبة من الأطراف دي بالاستمرار في تقديم الدعم بمختلف أشكاله للحكومة والدولة بغض من الأذى اللي جاي من أطراف الحكومة والدولة. هو ده مبدأ اخدمني وانا سيدك. لسان حال الاصوات دي بيقول يا سعودية انتوا المفروض ما تسحبوش سفيركم ولا تطردوا سفيرنا، لانكم المفروض يا سعوديين ما تزعلوش من حكومتنا اللي فيها حزب الله، حزب الله الايراني، الحزب اللي قطع الاف الكيلومترات وبعت عناصره لليمن جنوب بلدكم وهناك اتعاون مع ميليشيا الحوثي الايراني برضو علشان يقتلوا الجيش والشرعية اليمنية علشان يحتلوا اليمن بالكامل وتبقى ايران على حدودكم الجنوبية. المفروض كمان انكم ما تزعلوش من لبنان علشان حزب الله المحسوب على لبنان بينما هو ايراني بيساعد الحوثيين في اطلاق الصواريخ والمسيرات عليكم في السعودية. وفوق ده وده، السعودية مش لازم تستاء من الحكومة اللبنانية العتيدة اللي حزب الله اللي عمل كل اللي قلناه من شوية ده وزيادة هو اللي شكلها وظبطها ومسيطر تماما على قرارها. ده بالإضافة إن السعودية، وده المفروض يعني بحسب مطالبهم، المفروض إنها ما تنزعجش من الإعلام اللبناني اللي بيقدم صورة كذابة عن السعودية وعن الوضع في اليمن، ده غير طولة اللسان. وكمان مرفوض الإنزعاج السعودي من استضافة منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت لقناة المسيرة الحوثية وتدريب عناصر حوثية على الأرض اللبنانية. كل ده مش المفروض ان السعودية تنزعج منه او تزعل منه. وكمان يا سعودية ما تبقوش حساسين قوي يعني لما اعلامي لبناني ولا سياسي لبناني يفتري عليكم بكلام كذاب ويقدم عنكم تقارير وتصريحات وتغريدات مليانة بالتدليس والكذب، كلها حاجات بسيطة خالص يعني وتعدي ولا تفسد للود قضية. بصوا يا جماعة، ما فيش شك ان سيادة لبنان وحريته في تشكيل حكومة بالشكل اللي يتوافق عليه اللبنانيين سواء كانت حكومة الحزب الله ولا حكومة العفاريت الزرق فده حق مكفول لأي دولة وده شأن داخلي، ولكن والطبيعي برضو انه من حق المتضرر انه يتخذ اجراءاته اللي تضمن له صد الأذى ده وابعاده عنه. والسعودية صرحت من سنين وبرهنت بالدليل ان حزب الله اللبناني الايراني هو عنصر مؤذي للمملكة، وبما ان هذا العنصر هو المسيطر على الحكومة في لبنان فمن الطبيعي انه يتم سحب سفير واتخاذ اجراءات من باب ابعد عن الشر. الحكاية مش حكاية تصريحات قردحية وبس، وكمان حرية الرأي مطلوبة ومفيش مشكلة في المبدأ ده، بس الإساءة والتدليس والكذب والتشويه عمرهم ما كانوا حرية رأي ولا لهم علاقة بالحرية ولا حتى بالكرامة، دول علاقتهم بقلة الأدب والتعدي على الآخرين. علشان كده بقوله بموضوعية تامة وما ظنش انكم ممكن تختلفوا معايا انه من حق اي بلد ان هي تاخد اي اجراء ضد اي بلد اخر طالما ثبت بالدليل القاطع انه بيجي لها اذى من البلد دي. فما بالك يا سيد الفاضل ان قص الاذى اللي جاي للسعودية من صواريخ ومسيرات ومخدرات وقلة ادب وتكفير اعلامي وطائفية جاي من حزب الله اللي مش بس مشارك في الحكومة، لا ده هو اللي عاملها ومسيرها وبيلعب بيها لصالح ايران. ايران اللي لو اتكلمنا عن اذاها للسعودية والعرب والمسلمين مش هنخلص للصبح. لذلك ايها المتشدقون بما يسمى الكرامة والحرية والسيادة والبطيخ، اتخلصوا الاول من الانتداب الايراني وسيطرتوا على قراراتكم وحياتكم، وبعدين تعالوا اتكلموا بقى على الحرية والكرامة والذي منه، وكفاية لسع لحد كده. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.